لمحترفي ميراندا ونيكولاس. كرة تتحول بعد ذلك، فرصة مرتدة الآن قادمة في المرمى، جول! هدف أول لفريق الرياض، لكن راية على مهاجم فريق الرياض في هذه الفرصة وفي هذه اللقطة. شوفها عادت من لاعب فريق القيسومة، وهنا لاعب فريق الرياض يتقدم لاعب فريق الرياض ويسجل هدف الأول. ممكن نشاهد معها تقنية فيديو هذا لاعب فريق الرياض اللي تقدم لهذه الكرة، كرة ميرندا، وتعطي الرياض أفضل شوط وأفضل مباراة. كرة ملعوبة الآن مرتدة سريعة لهدف ثاني، فرصة لهدف ثاني، جول! هدف لفريق الرياض ثاني، هدف ثاني لهدافهم، هدف لنيكولاس، هدف ثاني يسجله اللاعب الصربي، هدف ثاني لفريق الرياض يسجله نيكولاس الهداف لفريق الرياض، هدف ثاني نيكولاس. واخيرا يفرح، يعني الدقائق الثواني الماضيه يبدو ان اللاعب اصطدم مع حارس المرمى وكان يشكو من اصابه، ويعني اجل الفرح حتى يطمن هذا اللاعب. شوف هذه الارضيه، هذه فرصه جيموفيتش، ونيكولاس يضعها في المرمى، يؤكد خطوره هذا اللاعب. الهدف الثاني يحضر في الشوط الثاني، هنا الاصطدام مع حارس المرمى عبد الرحمن الشمري، هنا الفرحه وهنا في هذه المسابقة. كرة في المنتصف، تأتي الآن فرصة لفريق القيصومة، وهذه اللعبة الجميلة والملعوبة والتسديدة في المرمى، جول! هدف أول أحمد حريصي يسجل الهدف الأول لفريق القيصومة من هدف ملعوب من الكرة الطولية. شوف اللمسة، الله عليها من لمسة وغمزة وتمريرة ذكية وتسديدة ممتازة وتسديدة مثالية على يمين نوفو إيمانويل البرتغالي. أحمد حريصي، هذا حريص على فريق القيصومة، على هذا الأداء، على هذا الشوط. الدقائق الخمسة الماضية بدأنا نشاهد فريق القيصومة